نعم عدي، بعد سلسلة الاستهدافات المتكررة للقواعد الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكذلك في قاعدة التنس، كان هناك إجراءات أمنية مشددة داخل القواعد وكذلك خارجها في محيط القواعد وكذلك في المناطق والقرى المجاورة. كان هناك تغيير لأماكن المستشارين داخل القاعدة تحسبا لهجمات جديدة، وكذلك كانت هناك إجراءات مشددة خارج المدن ومداخل ومخارج قاعدة عين الأسد والتنف، وكذلك مداخل ومخارج المدن في المناطق الغربية للأنبار. كان هناك تسيير طائرات مسيرة في جميع المناطق، خاصة في مناطق المحمدي وجبة والطريق الرابط بين البغدادي وكذلك القائم. وكان هناك اليوم طيران مكثف فوق المدن تحسبا لهجمات جديدة، سيما وأن الاستهداف الأخير لطائرة مسيرة كان من منطقة كويسة والتي تبعد بحدود 20 كيلومتر عن قاعدة عين الأسد. هذا الأمر كله يعني أثار ارتعاب المواطنين وكذلك العشائر في الأنبار لعودة مشاهد العنف، وكذلك تحسبا يعني هناك تخوف من أبناء محافظة الأنبار لعودة مشاهد العنف والدمار التي تخلصوا منها خلال المرحلة السابقة، وكان هناك خسائر كبيرة. أهالي المحافظة يرفضون عودة الإرهاب واستهداف القواعد الأمريكية وجر القوات الأمريكية إلى مناطق المدن. نعم. كذلك هناك يعني استنفار سياسي للمناطق المطمئنة في العشائر بأن هذه الأوضاع لن تؤدي إلى عودة العنف وكذلك عودة الإرهاب إلى مناطق الأنبار. نعم.